بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. قبل ما نخش في حلقتنا ونتكلم عن كل اللي معانا النهارده، بحب ابارك لجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي واللاعبين والجهاز الفني والطبي والاداري بفوز النادي الاهلي امبارح او تعادل النادي الاهلي امبارح 1-1 ونجاحه في التاهل لقبل النهائي لملاقات نادي الترجي الرياضي. الحقيقه اللي عجبنا في المباراه امبارح او اللي ريحنا شويه، كلنا كان اعصابنا مشدوده قبل المباراه، انه الحمد لله الهدف جه في البدايه فريحنا. هدف ياسر ابراهيم ريح الناس كلها وخلى الناس تحس بالطمانينه. جه الشوط الاول خلص يعني 1-0 النادي الاهلي، فالدنيا برضو ارتاحت شويه. فالدنيا كانت اكيد امبارح المباراه ما كانش فيها الشد العصبي الرهيب اللي كنا بنشوفه قبل كده، وده بفضل اداء اللاعبين واداء الجهاز الفني. خلينا نتكلم عن امور مهمه حصلت امبارح في المباراه، والحقيقه يعني دائما بنحب نقول المستفاد منها لينا حتى في الالعاب الاخرى، لان المبدا في الرياضه واحد. طبعا وجود كابتن محمود الخطيب على راس البعثه ده كان اكبر داعم للاعبين وللجهاز الفني، والحقيقه بيدي رساله طمانينه ان انا جنبكم وموجود معاكم وقريب منكم وحاسس بكل شيء. فالحقيقه يعني وجود كابتن محمود الخطيب في هذه المباريات بيبقى يعني دافع كبير جدا حتى للجهاز الفني نفسه، قيمه كبيره واسطوره كبيره ككابتن محمود الخطيب. الحقيقه وجوده في حاجه زي كده بيكون اكيد دافع معنوي كبير جدا. يعني اكيد دي لحظات العوده للفريق وهو راجع طبعا مصر، ده طبعا موسيماني اللي انا بقول من وجهه نظري انه كان نجم المباراه امبارح. طبعا ليه؟ لانه الحقيقه ادار المباراه طبعا رايحين على قطر، رايحين على الدوحه طبعا عشان طبعا نهضه بركان، يا دوبك طبعا من هنا بره على طول. ليه؟ لانه ما فيش وقت، هو الماتش بتاع نهضه بركان ان شاء الله يوم الجمعه القادم. طبعا انا في وجهه نظري المتواضعه ان هو كان نجم المباراه، استطاع انه يقفل طبعا الملعب بشكل كبير بعد احراز الهدف، وقدرنا نعدي بالمباراه لبر الامان. طيب عايز اقول حاجه كمان، وانت امبارح بتتفرج على الفرقه انت حاسس بالامان. انا حاسس ان الفرقه بقت تقيله الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. الفرقه بقت تقيله، ده علي معلول طبعا نجومنا كلهم هناك، وفي رحله الذهاب الى الدوحه تحس ان فرقتنا بقت تقيله. الغلطات البسيطه اللي كانت بتحصل زمان مش موجوده، كل واحد عارف دوره ونازل يؤدي دوره، كل واحد متحفظ هيعمل ايه. فالحقيقه فرقتنا بقت تقيله بسم الله ما شاء الله، ربنا يحمينا يا رب ويبعد عنا الاصابات. عجبني امبارح كمان تصريح كابتن سيد عبد الحفيظ وهو بيطالب اللاعبين بالفرحه مجرد ليله واحده، ان احنا نفرح بالتاهل والتعادل 1-1 والتاهل لمباراه الترجي مش اكتر من ليله واحده. ليه؟ لان عندنا بطوله يوم الجمعه القادمه غايبه عن النادي الاهلي بقى لها 7 سنين. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ ما قالش على البطوله غير انها غايبه بقى لها 7 سنين، ما قالش احنا خدناها كم مره، لان هو شايف ان 7 سنين بطوله تغيب عن النادي الاهلي كتير. فهو ده شخصيه طبعا النادي الاهلي وشخصيه حتى القائمين على النادي الاهلي، يعني سواء في الجهاز الفني في مجلس اداره تلاقي الكلام واللغه واحده. وده اللي احنا كنا بنقوله دائما ابدا، وللاسف يعني في مجموعه ما بتستوعبش الكلام اللي احنا بنقوله. النادي الاهلي عشان توصل للمرحله اللي فيها النادي الاهلي دي شخصيه بطل يعني بتكون على مدار السنين. طيب مباراه اللي جايه نهضه بركان يعني فنيا ان شاء الله احنا احسن، يعني بكل راي الخبراء الفنيين، انا راجل طبعا بقعد زيكم استمع لخبرائنا الكبار في كره القدم، ولكن الحمد لله فنيا بكل الارقام احنا احسن. فاضل التركيز، فاضل ان شاء الله التوفيق مع اللاعبين، فاضل توفيق الجهاز الفني واللاعبين كمان في ارض الملعب، والاستعداد ايضا قبل المباراه. طبعا اللقطات اللي حضراتكم شايفين دي في الطياره واحنا رايحين الدوحه، واكيد زي ما انتم شايفين درجات الاستعداد، والله يكون فوق اللعيبه والجهاز الفني، مفيش راحه، مفيش ابدا وقت نرتاح. نرجع من نهضه بركان عندنا مباريات تانية، نروح للترجي ذهاب عوده. كل التوفيق لفريق كره القدم، دعواتكم داخلين على فتره صعبه ومزدحمه بالمباريات. هنروح لحلقتنا. حلقتنا النهارده زي ما تعودنا بيكون فيها مجموعه من الاخبار وتعليقنا عليها. الاخبار دي بتهم جمهور النادي الاهلي، بتهم جمهور الرياضه، وبنقول تعليق عليها، وبيكون معانا طبعا ضيوف او عبر الهاتف يعني نستفسر عن الاخبار دي، وبيكون معانا النص الثاني فقره حواريه. فقرتنا الثانيه الحواريه كره اليد. لو تفتكروا حضراتكم احنا كنا طول الموسم بنتابع فريق الشباب مواليد 2000 بقياده الكابتن صابر حسين في كل حلقاتنا، وقلنا السبب انه طبعا في مجموعه كبيره جدا من اللاعبين جيدين جدا، وهم مستقبل كره اليد في النادي الاهلي، وبالتالي هم مستقبل كره اليد في مصر كلها. الفريق ده الحمد لله نجح السنه دي انه يحصل على دوري، بطوله الدوري وبطوله الكاس. تاني، الفريق ده مواليد 2000 نجح انه ياخد بطوله الدوري وبطوله الكاس، فمعنى كده ان الفريق ده احسن فريق في مصر
وزي ما قلت لكم لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت ان استراتيجيه النادي الاهلي مش ان هو يبني فرقه ياخد بيها بطوله وخلاص، لا، النادي الاهلي بيدور على الفرقه اللي تاخد بيها بطولات 10 سنين، ودي الاستراتيجيه اللي شغال بيها النادي الاهلي وظهرت بوضوح في فريق 2000. النهارده هيكون معانا اثنين من نجوم الفريق، هيكون معانا ياسر سيف كابتن الفريق وعمر بيبو لاعب الفريق، وهنحاول نجيب كابتن صابر حسين المدير الفني عبر الهاتف معانا عشان نشاركوا طبعا لحظات الفرح، لان واجب علينا طبعا نحتفل بيهم. تاني حاجه عشان نعرف تجهيزهم للفتره الجايه وكم لاعب منه هيتم الاستعانه بيهم في الفريق الاول. دي الفقره الثانيه، تابعونا لان هيبقى عندنا اخبار كتير تخص كره اليد في الفقره الثانيه. هنروح لكره السله، كره السله رجال في النادي الاهلي، ده اول خبر معانا. كوتش ماريو بالما المدير الفني اللي جه تولى المسؤوليه، الحقيقه بدا فتره تدريب واشتغل مع الفرقه صبح وبالليل في رمضان والعيد، كان بس صبح او بعد، كان بعد الظهر بعد الفطار، بعد رمضان على طول في العيد اشتغل فترتين، بدا يحط ايده على الاخطاء، بدا يحط ايده على مفاتيح اللعب. قال لك انا عايز اعمل ماتشات وديه طبعا، فكان انسب فرقه نلعبها فريق الجزيره، احنا نلعب الاتحاد فمش هينفع نلعبه، ونفس الوقت هيكون معانا الجزيره هي انسب حاجه نلعبها في، وطبعا الزمالك بره مصر فيعني كده كده مش هينفع نلعبه، فكان الجزيره هو انسب فريق، وكان في تفاهم ما بين الجاهزين الفنيين اللي لازم نلعب مباراه وديه. لعبنا مباراه وديه امبارح كابتن ماريو، نجحنا في الفوز بونت، بس طبعا انتوا فاهمين الفرقتين بيجربوا وده مش مؤشر لاي حاجه، بالعكس انت مش اكيد اكيد بدون ما اعرف الكابتن او كوتش ماريو ما فكرش خالص في النتيجه، وكان يهمه يجرب حاجات معينه في دماغه، والماتش ده بيبقى طالع بيه بحاجات معينه هو عايز يستفاد بيها. طيب احنا عندنا ماتش الاتحاد هيكون بعد الاستعداد ده في بدايه شهر 6 4 6 5 6 هنلعب الاتحاد خمس ماتشات بيست اوف 5، مش خمس ماتشات بيست اوف 5، اللي يكسب ثلاث ماتشات يتاهل مباشره للدور النهائي. الناحيه الثانيه الجزيره بيلعب الزمالك، الزمالك دلوقتي في بطوله افريقيا بيلعب، هيخلص او هيرجع يوم 31 مايو. طبعا احنا كنا عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن مباراه امبارح وتفاصيل اكتر عن الفتره القادمه، فكان لازم يكون معانا الكابتن احمد الجرحي المدرب العام في الفريق. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ الاول بطمن عليك وعلى مودي في البدايه، اخباركم ايه؟ لا والله انا تمام، انا الحمد لله من الاول تمام. في حاجه انا عملت مسحه طبعا، لان لما مودي مسحته جت ايجابيه فاضطريت ان انا اعمل مسحه، بس الحمد لله كويس، ومودي يعني الدنيا ماشيه بشكل كويس ان شاء الله، وهيعمل مسحه على يوم الثلاثاء ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الف سلامه على مودي، وبلغوا تحياتنا ان شاء الله كبرنامج الابطال، نتمنى له العوده سريعا وسط الفريق. كابتن احمد كلمني امبارح عن المباراه، انتوا كنتوا داخلين بايه؟ ايه الاجنده الفنيه اللي انتوا كنتوا داخلين بيها وحكم الاستفاده من مباراه امبارح؟ والله يا كابتن هيثم، هو طبعا كوتش ماريو كان محتاج يلعب ماتشات وديه لانه محتاج يشوف اللعيبه، فهو طبعا شاف اللعيبه بعتنا له ماتشات، اخذ خمس ست ماتشات للفرقه واتفرج عليهم، وكان ليه تحليله يعني الشخصي، فحب يشوف الفرقه بقى في ماتشات قبل طبعا ما نبدا البيست اوف 5 مع الاتحاد، يشوف على ارض الواقع بقى اللعيبه. طبعا انه جرب الفلسفه يعني الجديده اللي هو حاططها سواء الدفاعيه او الهجوميه، ويمكن هو كمل على بعض الشغل اللي كانت الفرقه اصلا بتشتغله طبعا لدي الوقت. وامبارح ما كان واخد قرار ان هو مش هيلاعب لعيبه مدد كبيره، بالذات اللعيبه اللي كانت لسه راجعه من الاصابه. انت عندك جاكسون المحترف كان بقاله 15 يوم نريح لانه كان بيتعالج من العضله الضامه، واتمرن تمرينه واحده واخد من امبارح جزء بسيط، يعني جزء مش بسيط قوي، يعني حوالي 18 دقيقه من الماتش. ايهاب امين نفس الكلام، كان لسه راجع بقاله يومين فاخد له 12 13 دقيقه، وحصل روتيشن كبير ما بين اللعيبه، وفي ولاد صغيرين كتير لعبوا، عبد الله لعب فوق ال 20 دقيقه، عمرو زهران لعب، مالك لعب، تقريبا كل اللعيبه لعبت، بحيث ان هو بيتفرج على اللعيبه مش كاختبار، بس هو محتاج يشوف يعني اللعيبه تصرفهم خبراتهم في ريتم عالي زي ماتش الجزيره، يعني الجزيره من التوب فور يعني اللي موجودين في الدوري. فمباراه انا شايف تجربه كويسه جدا، هو حتى قبل الماتش قال ما فيش بريشر عليكم يعني او اي ضغط يعني للسكور او النتيجه ما تهمنيش، انا اللي يهمني ان انا بس نحاول ان احنا ننفذ جزء من الشغل بتاعنا، ثاني يوم هنصلح اخطائنا اللي هو كان النهارده، يعني عملنا فيديو ميتنج اتفرجنا فيه على الاخطاء بتاعه امبارح وبدانا نصلحها، وعندنا مع الجزيره بكره ثاني ان شاء الله مباراه. طب قول لي انت، يعني انت جاوبتين على السؤال الثاني ان هو شارك مجموعه من الناشئين زي عبد الله ناصر، عمرو زهران،
يعني برضو ما جاش يعني، او هو برضو باصص عينه على الناشئين. طب انا عايز اعرف يا كابتن احمد برضو وطمنا استجابه اللاعبين، يعني طبعا هو اكيد راجل عنده من الخبرات الكثيره وعارف ان الوقت ضيق، فاكيد مش هيصعب الشغل على اللاعبين، اكيد هيختار الامور السهله البسيطه اللي تبقى ابليكابل وسهله انها تطبق في الملعب. حجم استيعاب اللاعبين للسيستم الجديد ايه يا كابتن احمد؟ والله صدقني يا كابتن هيثم، يعني اللعيبه مستجيبه جدا ماريو، يعني التعليمات بتتقال بتتنفذ، التوجيهات اللي بيعطوها الولاد في التمرين بيحاولوا ينفذوها بأقصى ما يمكن، يعني ان هم في الماتشات او في او حتى في التقسيمه لو في تقسيمه جوه التمرين. هو اسلوبه سلس وسهل، يعني السيستم بتاعه مش معقد، يعني هو اسلوبه سهل، ودايما من الحاجات الكويسه ان هو دايما بيشتغل على عامل النفسي كويس قوي مع اللعيبه، وانه بيحمل اللعيب المسؤوليه. هو مش هو دايما عنده مقوله، يعني انا بحملك مسؤوليه جوه الملعب بس، لكن احنا لما الفرقه بتكسب احنا كلنا كسبنا، لما الفرقه بتخسر انا اللي خسرت المدرب. فهو بيشيل، يعني هو يعني عارف انت ايه، بيحملك المسؤوليه جوه الملعب، لكن هو بالظبط ايه بيحميك بره الملعب، ان اي دروب يحصل لك او كده دي مسؤوليتي انا كمدرب. فدي طبعا هو نفسيا يعني عامل شغل كويس مع اللعيبه، ده انا شايف ان ده اكتر حاجه هو شغال عليها. زائد طبعا الجزء الفني، انت طبعا انت لعيب كبير وعارف كوتش ماريو فنيا، مش هنيجي بقى نقيمه في بعد سنين والمكاسب اللي هو عملها في حياته. صحيح. طب كابتن احمد قول لي احنا بكره ماتشنا الساعه كام؟ ان شاء الله مع الجزيره. الساعه 7 ان شاء الله. الساعه 7. طب يعني برضه هيلعب بنفس التشكيل ولا هل ممكن يعني في لعيبه مصابه اكتر ممكن تشارك، يعني ولا هو بيسيبها لوقت المباراه؟ بص احنا ما فيش حد دلوقتي الحمد لله مصاب، الناس كلها موجوده ما عدا مهيب هو اللي لسه ما رجعش للفرقه، ومودي طبعا بسبب الكورونا، لكن بقيه اللعيبه كلها موجوده. وممكن بقى اللعيبه هتبدا تاخد عدد دقايق اكبر، يعني هتلاقي ايهاب ياخد عدد دقايق اكبر، جاكسون ياخد عدد دقايق اكبر، ابو النصر ياخد عدد دقايق اكبر، كل ده كل اللعيبه اللي انا بقول لك اسمها دي كانت مصابه وكانت واخده يعني اقل من نص الماتش اللي فات، اقل من 20 دقيقه، وفي ناس اقل من 15 دقيقه، هيبدا عدد دقايق بتاعتهم تزيد، وبحيث ان احنا كل ماتش بنتحسن بقى ان شاء الله عن اللي قبله. لان خلي بالك ما تنساش ان الفرقتين اهلي والجزيره وقعدوا عن الماتشات بقى لهم شهر ونص. صحيح. انتوا يا كابتن بالمناسبه يعني هتكتفوا بالتجربتين دول الوديتين مع الجزيره، ولا ممكن تفكروا في خلال ال 10 ايام اللي جايين تعملوا ماتش تاني؟ والله هي مشكله كابتن هيثم ان الاتحاد برضو عامل ماتشين مع الجزيره في اخر الشهر. انت ما فيش غير الجزيره، الخامس للثامن تقريبا حسم بالقرعه فخلاص مش هلعبه. الفرق اللي تحت بتلعب على الهبوط بيلعبوا مع بعض، ما عندهمش وقت الماتشات الوديه. فاحنا طبعا قعدنا يعني مع كوتش ماريو وخدنا قرار يعني صاله النادي والمشروعات ان احنا هنعمل معسكر ان شاء الله ابتداء من يوم 28 او 29. احنا الماتشات هتبدا يوم 6، فهيبقى عندنا معسكر من يوم 28 او من يوم 29، لسه هيستقر التاريخ، هنستقر على التاريخ ده بكره ان شاء الله. ان شاء الله. هيبقى التمرين يبقى صبح وليل بحيث ان الفرقه تبقى مقفول عليها اكتر وتحفظ الشغل اكتر وتتمرن مع بعض اكتر، كوتش ماريو يشوف اللعيبه اكتر، يعني عارف اكيد طبعا يعني. اكيد طبعا يا كابتن احمد، اكيد برضو وجود يعني عمل معسكر بدري قبل ماتشات الاتحاد هيبقى ليه فايده. كابتن احمد الجرحي يعني المدرب العام بالفريق الاول لكره السله، بشكرك شكرا جزيلا، وضحت لنا معلومات مهمه كنا عايزين نعرفها عن مباراه الامس الوديه مع نادي الجزيره واللي انتهت بفوز الاهلي بونت. بس طبعا زي ما قلنا لحضراتكم وزي ما كابتن احمد الجرحي قال، ما كانش مهم جدا النتيجه، والخواجه برضو قال كوتش ماريو قال انه ما حطش اي ضغط على اللاعبين وشارك كل اللاعبين، يعني عمل روتيشن عالي وحتى اللعيبه الصغيره شاركوا، واللعيبه المصابه اللي كانت لسه راجعه من اصابه برضو او اللعيبه الصغيرين كمان شاركوا، اللعيبه المصابين شاركوا فترات قصيره، عمل روتيشن سريع. طب ده يعني نطلع لفاصل سريع، عندنا خبر كمان حلو عن كره السله بس انتظرونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل عندنا خبر كويس وحلو هيسعد جمهور النادي الاهلي بعد الفاصل.
طبعا فريق 16 سنه في كره السله بقياده الكابتن اسلام الكيلاني المدير الفني، وهو احد اكفاء المديرين الفنيين الحقيقه في قطاع الناشئين كله. وبفكركم ان هذا الفريق فاز بفريق ببطوله المرتبط مع الفريق الاول في الشتاء اللي فات، وكان احد الداعمين وبقوه للفريق بنتائجه طبعا، لانه طبعا كل ما بيكسب وكل ما بيأدي اداء احسن بيكون مع الدرجه الاولى اداؤه احسن. الفريق فاز النهارده على الزمالك فرق 27 نقطه 87-60. المباراه اقيمت على صاله الشرقيه الدخان، لعبنا ثلاث مباريات، فزنا على الزمالك وسموحه، خسرنا مع سبورتنج. كان لازم يكون معنا كابتن اسلام الكيلاني عشان نعرف كمان الماتشين الجايين هنعمل فيهم ايه. اهلا بيك يا كابتن اسلام. اهلا بيك يا كابتن هيثم، ازي حضرتك عامل ايه؟ الف مبروك الفوز النهارده، يمكن خطوه نحو البطوله. والله الحمد لله، فوز النهارده كان مهم لان البطوله دي اصلا بطوله قويه جدا لاول مره، يعني من فتره طويله في النهائيات تلاقي الست فرق اللي هم المفترض ان هم اكبر فرق في مصر، اهلي، زمالك، جزيره، اتحاد، سبورتنج سموحه، بيشاركوا في البطوله في الفاينل يعني. صحيح. فمن فتره طويله ما حصلش ان الست فرق دول في الفاينل. فالماتشات كلها صعبه جدا. احنا الحمد لله اول يوم لعبنا سموحه وقدرنا نكسب حوالي فرق 16 بونت. ثاني ماتش ربنا ما وفقناش، كان عندنا دي اوف في اكثر من لعيب، خسرنا من سبورتنج. فكان ماتش الزمالك النهارده ماتش مهم جدا ان احنا نقدر نرجع تاني، لان انت عارف البطوله لما يكون الفرق متساويه او الفرق كلها قويه وارد جدا ان كل الفرق تكسب بعض، وده اللي حصل تقريبا. ان احنا النهارده اهو في اربع فرق متساويه في نفس النقاط، وممكن التساوي ده يفضل لاخر يوم، ممكن يفضل اربع فرق متساويين او ثلاث فرق حسب ما نتائج الماتشات، اللي هو ما حدش قادر يتوقع ايه هي النتائج اللي جايه. فكان ماتش النهارده مهم جدا ان احنا نرجع بعد خساره ماتش سبورتنج. ما وقفناش كتير عند ماتش سبورتنج امبارح، لان كان امبارح وعلى طول ثاني يوم بنلعب الساعه 2. فكان حصل شويه هزه في الاول كده والجيم ده يا كابتن اسلام ده وارد جدا، خلي بالك يعني سن 16 سنه، اللاعب لسه طالع من البراعم، ولسه اللاعب يعني مستواه مش ثابت. بس خليني اقول حاجه ومعلومه حضرتك قلتها لنا ودي اللي تهمنا، ان كل الفرق دلوقتي خسرانه ماتش، يعني في اربع فرق خسرانه مباراه، وبتهيألي انت فاضل لك الاتحاد والجزيره، فانت ان شاء الله مطالب انت تاخد البطوله تكسب الفرقتين دول. فاذا كسبت الفرقتين دول بتهيألي ممكن نروح على ماتش فيصل مع فرقه ثانيه اللي هي الرابعه بقى، صح ولا انا كلامي غلط؟ لا كلام حضرتك مظبوط، يعني كل الاحتمالات واردة، ان ممكن يتلعب ماتش فاصل، ان ممكن لو ربنا كرمنا بالماتشين وحصل النتائج مشيت لصالحنا في الفرق الثانيه ممكن ناخد البطوله في اخر يوم، ممكن ماتش فاصل، ممكن دوره ثلاثيه، يعني كل الاحتمالات متاحه لان كل الفرق بتكسب بعض. صحيح. بس ان شاء الله ان شاء الله، يعني زي ما بقول لك ماتش النهارده كان مهم ان احنا نرجع فيه. الماتش في الاول الزمالك كان ماشي ايكول معانا لحد ما الولاد ابتدوا الحمد لله يرجعوا يقفوا على رجلهم. طب الماتشين اللي فاضل لك يا كابتن امتى؟ بكره راحه ان شاء الله، وبعدين ماتش الاتحاد يوم الثلاث، ويوم الاربع ماتش الجزيره ان شاء الله. ان شاء الله كابتن اسلام الكيلاني مدير فني فريق 16 سنه بالنادي الاهلي كره سله، كل التوفيق، وبنشكر حضرتك على وجودك معانا في قناه النادي الاهلي. طبعا اكيد انتوا شايفين كابتن اسلام بيتكلم ازاي، الراجل قال انه الماتش كان مهم، ليه يبسطنا؟ لانه كان جاي من دي اوف امبارح، خسرنا من سبورتنج، والطبيعي طبعا انه احنا افضل، ولكن بيحصل ان بيحصل دي اوف، ومع احترام طبعا فريق نادي سبورتنج المحترم كسبه امبارح. وقال معلومه مهمه ان كل متساوي، انا سالته كان يهمني دي، انا عيني على الفرق الثانيه، ايه الوضع؟ الفرق الثانيه كل واحد خسران، الاربع فرق اللي هم بينافسوا كل واحد خسران مباراه، فاحنا كده يعني نيوترال، ما عندناش مشكله، واقفين على ارض يعني زي ما بيقولوا على الزيرو، لسه في مربع صفر، ما فيش اي مشكله حق، يعني الخساره مش مأخرانا على البطوله. حاجه ثانيه اللي عايز اقولها انه في بكره يوم راح، عندك مباراتين، فاليوم الراحه ده برضه هيفرق معاك. في الوقت النادي الزمالك خسر ثلاث ماتشات، فخلاص تقريبا نادي الزمالك بعد بشكل كبير على المنافسه. ده كان اخبار كره السله، سواء الفريق الاول او 16 سنه اللي ما زالوا بيلعبوا مبارياتهم حتى الان. طب خلينا نطلع للكرة الطائرة رجال. زي ما شفنا حضراتكم من يومين زعلنا مباراة الاتحاد السكندري، كان يوم الجمعة فوزنا 3-0. عندنا الأربع اللي جاي إن شاء الله فريق كرة الطائرة رجال المباراة قبل الأخيرة في الدوري مع طلائع الجيش، هتتلعب في صالة منشية البكري طبعا على ملعب نادي طلائع الجيش. المباراة في منتهى الأهمية. ليه؟ ما ينفعش يعني النادي الأهلي ما عندوش أي احتمالات غير الفوز، لأنه عايز يروح مباراة الزمالك مباراة الحسم بدون خسارة. ونفس الكلام بالنسبه لنادي الزمالك، نادي الزمالك عنده مباريات مؤجله هيلعبها
وده السبب ان احنا لعبنا الجمعه ونلعب الاربع. الزمالك هيلعب مباراتين في الفتره دي. طيب النادي الاهلي موقفه ايه في الدوري؟ النادي الاهلي الاول برصيد 58 نقطه بس مش بالنقاط هتاخد الدوري. طب ليه مش بالنقاط يا هيثم مش هناخد الدوري؟ لان الاتحاد الدولي للكره الطائره حط نظام جديد ان انت عشان من العدل ان انت اللي يكسب عدد مرات فوزك هي دي اللي تكسبك. يعني مثلا لعبت 20 مباراه كسبت ال 20 كسبت 19 اللي ورايا كسب 18 بالرغم ان انا جمعت نقاط اكتر 18 فوز يعني اخدت اشواط اكتر فجمعت نقط اكتر. لا وعلى فكره برضو انا اقول حاجه ده نظام عادل يعني انا شايفه اقرب للعدل ان هو بالظبط بتنافس لاخر وقت دي رقم واحد. رقم اتنين ان الفرقه اللي بتفوز ايا كان بتكسب 3-2 3-1 افضل كتير من فرقه خسرت كتير بس خدت اشواط جمعت اشواط. ما هو برضو مش عادل. الفوز هو الفوز. فطبعا النادي الاهلي المباراه اللي جايه بتاعت رأي الجيش مهمه جدا. كابتن محمد مصالح هيقفل على فرقته بيتمرنوا وشفنا الماتش اللي فات لقاءات مع عبد الله عبد السلام احمد صلاح كابتن تايجر المدرب العام كل اللعيبه مركزه في حاله تركيز كامل بحيث ان احنا نروح على مباراه الزمالك. وخلي بالكم دي البطوله الاولى لسه بعد كده كاس هيتحدد قرعته يوم 25 بلغونا ان شاء الله يوم 25 هتعمل القرعه هنبقى برضو اول ما نعرف قرعتنا ايه هنبلغ حضرتك. كل التوفيق لكابتن محمد مصالح ميدو واللاعبين ان شاء الله في مباراه الاربع وبعد كده مباراه 2-6 مع نادي الزمالك. طب هنروح لخبر تانية ليه علاقه بالكره الطائره. ناشئين كره الطائره تحت 17 سنه بقياده المدير الفني كابتن نادر النبيل هيلعب ماتش مهم النهارده مع نادي الزمالك في دوله الجمهوريه. والماتش لسه خلصان حالا بيبلغوني النتيجه 3-1 للنادي الاهلي. الف مبروك فوز مهم. طيب مين معانا في النهايات؟ معانا الزمالك الاتحاد السكندري الصيد. هنلعب بكره مع نادي الصيد ويوم الثلاث مع الاتحاد السكندري. اتوقع ان النهارده كانت مباراه البطوله. فيعني الحمد لله كده كابتن نادر نبيل ماشي كويس تحت 17 سنه فريق الكره الطائره. والحقيقه انا عايز اقول لكم الفريق ده فيه مجموعه من اللاعبين الصاعدين الواعدين بشكل كبير والكره الطائره دايما بتحلق في مكان تاني سواء رجال او سيدات. الحقيقه يعني نتائجهم بتتكلم عنهم بشكل كبير جدا ونتائجهم يعني يمكن انا اكتر فريق جماعي بشبهه بكره القدم هو الكره الطائره ومش رجال بس وسيدات كمان. كل التوفيق طبعا لقطاع كره الطائره كامله. هنروح لسيدات الكره الطائره. سيدات كره الطائره كان عندهم دور ال 16 في كاس مصر الاسبوع ده وكانوا هيلعبوا اصحاب الجياد ولكن حصل انسحاب فالنادي الاهلي تاهل. طبعا انسحاب اصحاب الجياد 6 اكتوبر النادي الاهلي تاهل لدور الثمانيه عشان يلعب مين بقى هيلاعب. الاهلي كسب في دور ال 16 الطيران. الاهلي كسب في دور ال 16 الطيران 3-0. المفروض يطلع دور الثمانيه يلاعب مين؟ يلاعب اصحاب الجياد او 6 اكتوبر. الاثنين انسحبوا فكده ما عندناش ماتش في دور الثمانيه. هنطلع على دور الاربعه على طول. الكسبان من سبورتنج وديلفيا هو ده اللي لعبنا في دور اربعه. طبعا الفرقه زي ما انتم فاكرين خدت الاسبوع ده بطوله الدوري فطبعا مركزين في بطوله الكاس عشان يبقوا جمعوا الاثنين. حاولنا الحقيقه يعني نستضيف حد منهم بتاع بامانه رفضوا قالوا احنا مركزين وده احترام لرغبتهم طبعا واحنا عامل مساعد بيساعد اللاعبات ان هم يتأدوا اداء احسن فهم فضلوا ان هم يكونوا يعني ايه يعني مركزين. ولكن كاميرا الابطال راحت المباراه مباراه الطيران اللي في دور ال 16 اللي فزنا عليها 3-0 عامل التقرير مع اللاعبات والجهاز الفني. نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. مباراة الطيران دي مباراة في دور ال 16 احنا كملنا على طول الكاس بعد نهائي الدوري ما لحقناش نريح اللعيبه ما لحقتش اخذت يا دوبك يوم واحد راحه وابتدينا الاعداد للكاس. يعني يعتبر مباراه متوسطه جربنا فيها كل اللعيبه وجهزنا فيها كل اللعيبه للمرحله الجايه. عندنا بعد كده ماتشات جامده هتبقى مع فرق السيدو سبورتنج والزمالك في الدور قبل النهائي للكاس وان شاء الله باذن الله عندنا فرصه 10 ايام نجهز فيهم اللعيبه كلها بحيث نرفع المعدل الفني والبدني بتاعهم للاستعداد ان شاء الله قبل النهائي ونهائي الكاس باذن الله. لا الحمد لله الفتره ديت الحمد لله قدرنا نلم الاصابات بتاعتنا غالبا الحمد لله ما فيش حد خالص ما فيش غيابات غير منتخب الشواطئ عندنا فريده العسقلاني وعندنا دعاء الغباشي الاثنين موجودين مع منتخب الشواطئ في معسكر خارجي هينضموا ان شاء الله باذن الله في اخر الاسبوع معانا الاعداد بقى قبل نهائي الكاس باذن الله ونهائي الكاس. الحمد لله طبعا على الفوز ان احنا قدرنا نوصل للسيمي فاينل ان شاء الله. الحمد لله الماتش يعتبر يعني من اول شوط قدرنا نسيطر عليه ومشيناه على حسب ما احنا كنا عاملين حسابنا.
بس، وان شاء الله هنبتدي من بعد بكره نبتدي نجهز ان شاء الله للسيمي فاينل. ان احنا خلاص داخلين ماتشين على بطوله، فده في حد ذاته بيخلي اللعيب يعني اللي هو انا خلاص قربت اخلص، وفي نفس الوقت يعني بعمل اللي عليا ان دي خلاص بطوله، يعني ماتشين ببطوله. يعني الكاس دايما بيكون ماتشات قليله، الحمد لله بما اننا البطل بندخل على دور 16 بيكون ماتشات قليله وفي نفس الوقت بتبقى بطوله بس، فده يعني حافز لينا ان شاء الله ان احنا نقدر نفوز بيها ان شاء الله. ماتش فريق الطيران طبعا فرقه محترمه، هو بس فكره كمان في صعوبه الماتش ان احنا لسه مخلصين الدوري ما فيش من يومين، فيعني زي ما تقولي الحمل يعني تقيل شويه على الفرقه، لان احنا كنا بنستعد للدوري بطريقه يعني اشد، والفاينل طبعا بنستعد له اقوى بكتير من الادوار اللي في الاول. فصعوبه الماتش كانت في ان احنا يعني مجهدين ومحملين من الاول، ما لحقناش نريح من بعد الدوري ولا نحتفل غير هو يوم واحد رجعنا خلاص. كابتن حمدي انسوا الدوري وانسوا ان احنا خدنا بطوله، عندنا بطوله ثانيه لازم نحسمها، فعشان نحسمها لازم من اول ماتش، ما بنقولش مثلا ماتشات في الاول سهله فعادي، لا من اول ماتش احنا بنخش بجد ومركزين بندي 100% من اول شوط لاخر شوط. يعني حتى لو تشوفي اخر شوط سكور خلصان 25-8، مش مثلا بنقول عشان احنا كسبنا خلاص في الاول فنسهل، لا بنركز من اول نقطه لحد ما نخلص. الحمد لله يعني احنا يعني النهارده قدرنا نحقق الفوز ده. احنا كنا ماتشات الكاس ما فيهاش هزار قوي، يعني بما داخلين الماتش لان اي هزيمه فيه بنخرج بره، فطبعا بما داخلين الماتش بكل قوتنا، فالحمد لله الماتش عدى سهل وان شاء الله بقى نجهز الماتشات الجايه ان شاء الله. احنا كنا اخذنا بس راحه سلبيه يوم واحد بعد ماتش الدوري، بعدين قدرنا ان احنا نتمرن يومين على طول، يعني اتمرنا كويس بقى عشان عارفين ان احنا عندنا بطوله ثانيه وهدف ثاني، بطوله جديده لازم ان احنا نحقق بطولة تانية، يعني إن شاء الله نبقى برضو مستعدين كويس. جماهير الأهلي أحب أوعدهم كلهم إن إحنا إن شاء الله نبقى قد المسؤولية ونرفع رأسهم كلهم، وإن شاء الله نحقق كل البطولات إن شاء الله. زي ما شفنا في التقرير كده ان شاء الله فاضل لنا خطوتين بس باذن الله لبطوله الكاس، ويبقى كده نجح الفريق كره الطائره كالعاده انه يحصل على البطولتين للسيدات. هنروح للسكواش. عندنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين بطوله الجونه بتتلعب دلوقتي، عندنا في لعيبه من النادي الاهلي بتمثلنا، في طبعا مصطفى عسل ويثرب عادل، والاثنين تاهلوا لثمن نهائي بطوله الجونه الدوليه للسكواش. مصطفى عسل ويثرب عادل لعيبه السكواش بالنادي الاهلي قدروا ان هم يصعدوا لدور ال 16 من بطوله الجونه الدوليه للسكواش، وبتلعب من فتره من 20 لحد 28 مايو اللي احنا فيه، ومجموع جوائزها 300,000 دولار. مصطفى عسل قدر انه يفوز على الهندي سوراف جوسال بنتيجه 3-0، وجت نتائج الاشواط 11-2 11-9 11-6 في ماتش قعد 45 دقيقه فقط. مصطفى هيلعب بكره في الدور اللي جاي مع زميله في المنتخب محمد ابو الغار، واللي قدر يفوز على مروان الشرباجي في مفاجاه كبيره 3-2. ولو رحنا ليثرب عادل لعيبه النادي الاهلي هنلاقيها فازت على زميلتها في المنتخب هنا رمضان بنتيجه 3-0، والنتائج كانت 11-8 11-2 11-3. ويثرب هتقابل ماتش صعب، عندها ماتش صعب يثرب امانه مع نور الشربيني المصنفه الاولى عالميه وبطله العالم في الدور القادم من دور الثمانيه، بس تقدر ان شاء الله تعمل مفاجاه يا رب قلوبنا مع مصطفى عسل ويثرب عادل. طب خلينا نروح للتنس، وبنتنا ميار الشريف بنت النادي الاهلي وبنت مصر رايحة تلعب الأدوار التمهيدية لبطولة رولان جاروس بباريس. انتوا عارفين طبعا البطولة دي من أكبر بطولات الجراند سلام في العالم، والحقيقة كنا كلنا بنتابعها واحنا صغيرين. ميار الشريف لعيبة المنتخب الوطني للتنس الأرضي ونجمة النادي الأهلي وصلت العاصمة الفرنسية باريس أمس لحضور أو لتشارك في الأدوار التمهيدية لبطولة رولان جاروس، واحدة من أكبر بطولات العالم في التنس الأرضي وبطولات من بطولات الجراند سلام زي ما قلت لحضراتكم، وهتلاعب لاعبة قوية جدا من بولندا. البطولة هتتلعب في الفترة من 24 ل 13 يونيو الجاي. ميار تصنيفها دلوقتي ال 120، يعني ميار السنة اللي فاتت كانت في التصنيف ال 154، فطبعا في سنة قدرت تنط 34 مركز قدام، وهي عندها أحلام إنها تتحسن ترتيبها خلال الفترة اللي جاية وتخش في التوب 100. دي صور ميار الشريف طبعا اللي لفت العالم كله ربنا يوفقها، وبالتوفيق لميار الشريف بنت النادي الأهلي في البطولة القوية دي واللي هيشارك فيها أهم اللعيبة على مستوى العالم. وخليني أقول لكم إن ميار الشريف يعني ان شاء الله كل العالم بيتوقع لها ان هي ممكن السنه دي يعني بدانا السنه خلاص وبدانا الموسم ممكن ان شاء الله تخش في التوب 100 بعد بطولتين ثلاثه من مشاركتها العالميه. كل التوفيق لميار الشريف. وكده تكون خلصت اخبارنا في النادي الاهلي. هنروح للاخبار المحليه. هنبتدي بالاخبار المحليه من الجمباز، وزي ما قلنا مصر هي قبله تنظيم بطولات في العالم وافريقيا. اتحاد الجمباز برئاسه الدكتور ايهاب امين وضع اللمسات النهائيه قبل استضافه مصر تصفيات افريقيا المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020، واللي هتتلعب في الفتره من 24 لحد 27 مايو اللي احنا فيه. التصفيات دي هتتلعب في منافسات الجمباز الفني وجمباز الترامبولين، وهيشارك فيها 8 دول: الجزائر، المغرب، الكاميرون، انجولا، جنوب افريقيا، ناميبيا، نيجيريا، وده طبعا بالاضافه لمصر الدوله المضيفه. بطوله الجمباز الفني رجال وسيدات هتلعب على صاله نادي مدينه نصر.
أما منافسات جمباز الترامبولين هتتلعب على صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي. التصفيات دي مؤهلة لأولمبياد طوكيو بشكل مباشر، ومصر عندها فرصة في الفوز بمقعدين رجال وسيدات في الجمباز الفني وزيهم لجمباز الترامبولين. وقال أمين طبعا رئيس الاتحاد أن التصفيات دي هتكون بروفة قوية قبل استضافة مصر بطولة كأس العالم، واللي هتتلعب في الفترة من 3 لحد 7 يونيو، وده حدث كبير جدا جدا هتبقى على صالة استاد القاهرة. وزي ما شفنا معالي وزير الدكتور أشرف صبحي الحقيقة بيتابع تنظيم كأس العالم بكل يعني دقة، لأن الحقيقة هيشارك عدد كبير جدا من اللاعبين، وده يمكن من المرات القليلة اللي مصر استضافت حدث كبير جدا في الجمباز. كل التوفيق لاتحاد الجمباز وللاعبتنا أكيد في تمثيل مصر بشكل مشرف. هروح للجودو. الجودو في بطولة أفريقيا في السنغال نجح أن يحقق 4 ميداليات. منتخبنا الوطني الأول للجودو حقق 4 ميداليات في بطولة أفريقيا واللي اتلعبت في السنغال في الفترة من 20 ل 23 مايو اللي احنا فيه. مصر حققت ذهبية وفضية وبرونزيتين. فلاقي أحمد علي عبد الرحمن حقق الميدالية الذهبية في وزن 66 كيلو جرام، والميدالية الفضية كانت من نصيب يسري سامي لاعب منتخبنا الوطني في وزن 60 كيلو جرام. أما الميداليتين البرونزيتين فكانوا من نصيب علي عيد في وزن 73 ومحمد علي في وزن 81 كيلو جرام. البطولة دي كان شارك فيها 200 لاعب من 36 دولة و 121 لاعب و 79 لاعبة. احنا كنا متوقعين نتائج أفضل في الجودو، يعني الحقيقة يعني يمكن دي بطولة واتقفلت بس كان الناس متوقعة يعني ميداليات أكتر، خاصة أن على ما أتذكر كان ترتيبنا الرابع في ترتيب البطولة. كنا منتظرين أكيد نتائج أفضل والقادم أحسن إن شاء الله للجودو. طيب هنروح للملاكمة. يمكن الملاكمة أخبرنا قليلة عنها بس عندنا خبر جيد جدا عندها. اختيار ثلاثي مصر لحضور أكبر دورة ترقي لحكام ومدربي الملاكمة في العالم. المسؤولين في الاتحاد الدولي للملاكمة اختاروا الثلاثي المصري وهم نادية عبد الرحمن ومحمد كمال ومصطفى إسماعيل عشان يشاركوا في دورة الترقي عشان يحصلوا على درجة الثلاث نجوم، وهي أعلى درجة في التحكيم والتدريب حول العالم. طبعا ده خبر أكيد يسعدنا لأن دي حاجة إضافة قوية لمصر. هتشارك نادية عبد الحميد في الدورة الخاصة بالمدربين، أما محمد كمال ومصطفى إسماعيل فهيشاركوا في الدورة الخاصة بالحكام. الدورة دي هتتعمل في مدينة دبي بالإمارات ويشارك فيها 40 مدرب من جميع أنحاء العالم. لما يكون عندنا 3 مصريين منهم أكيد دي حاجة تسعدنا، وتكون المصرية نادية عبد الرحمن هي العنصر النسائي الوحيد المشارك في دورة الدورة دي أو في الدورة اللي هتقام في دبي. كل التوفيق للملاكمة الحقيقة اللي من الألعاب اللي بتعول عليها مصر كل دورة أولمبية في تحقيق ميدالية، ولينا تاريخ كبير جدا مع الدورات الأولمبية. هنروح للتايكوندو. التايكوندو بياخد معسكر دولي مشترك في مانشستر بإنجلترا استعدادا للأولمبياد. منتخبنا الوطني الاول للتايكوندو عامل معسكر مشترك في مدينه مانشستر الانجليزيه استعدادا للمشاركه في بطولتي افريقيا واللي هتتلعب في السنغال كمان اسبوعين، واولمبياد طوكيو اللي هتبدا بعد شهرين من دلوقتي. المعسكر ده شارك فيه هدايا ملاك طبعا بطلتنا بطله منتخب مصر والبطله الاولمبيه في وزن تحت 67 كيلو، وعبد الرحمن وائل لاعب منتخبنا الوطني في وزن 68 كيلو، ومعاهم المدرب المكسيكي اوسكار سالازار، لان دول اللي خلصوا تاشيرات سفرهم وقدروا ان هم يروحوا المعسكر ده. اهميه المعسكر ده ان منتخبات بريطانيا والمكسيك مشاركين فيها باللعيبه اللي تاهلت الاولمبياد، فطبعا ده اكيد حكايه كويس جدا للمنتخب. منتخب التايكوندو كان كمان نجح انه يتاهل بالكوتا الكامله بتاعته بعد ما صعد الاولمبياد هدايا ملاك ونور حسين في البنات وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل في الولاد. وزي ما قلنا التايكوندو من الالعاب برضو اللي احنا منتظرين منها ميداليه او اكثر في الاولمبياد. كده هتكون خلصت اخبارنا المحليه. هنروح للاخبار العالميه عشان هتبقى دي اخر اخبارنا، عشان نروح اكيد هنستقبل ضيوفنا. بفكركم تاني ضيوفنا في النص التاني الحواري هيكون معانا لاعبي فريق مواليد 2000 في كرة اليد اللي فازوا ببطولة الدوري والكأس. نروح للأخبار العالمية. بطولة أفريقيا بتتلعب دلوقتي في كرة السلة، بتلعب فين؟ في رواندا، وبتلعب بنظام الفقاعة المقفولة. بيشارك فيها مين؟ بيشارك فيها نادي الزمالك ممثل على مصر. طب نادي الزمالك مش حامل اللقب بتاع السنة اللي فاتت؟ لا، البطولة دي كان المفروض تتلعب السنة اللي فاتت وكان يشارك فيها اللي حامل اللقب بتاع السنة اللي قبل اللي فاتت وتأجلت عشان كورونا. فنادي الزمالك راح من اول الشهر وهيرجع اخر الشهر. طيب المونستيري التونسي احد اقوى الفرق المرشحه للبطوله يفوز على باتريوتاس الرواندي ببطوله افريقيا للرجال السله. نادي اتحاد المونستيري التونسي وده فرقه يا جماعه انتظروها، يعني انا بتوقع انها توصل فاينل، ان يقدر يفوز على باتريوتاس الرواندي بنتيجه 91-75 في الجوله الاخيره من المجموعه الاولى لبطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري لكره السله واللي بتتلعب دلوقتي في رواندا. الفوز ده والثالث على التوالي للفريق المونستيري في المجموعة عشان يضمن الصعود لدور النهائي. طب خلينا اقول لكم البطولة دي بتتلعب ازاي. طبعا دي لقطات البطولة دي، بيبقى فيها 2 لعيبة اجانب و2 افارقة، يعني انت ليك تقريبا 4 اجانب. والحاجة كمان الجميلة فيها ان هي 12 فريق. ده المينستيري ده لاعب تونس منتخب تونس اللي حط الدنك ده،
وكمان هي 12 فريق مشارك، ثلاث مجموعات، كل مجموعه اربع فرق. الاول والثاني هيتاهل مباشره لدور الثمانيه. طب كده فاضل فرقتين هياخدوا احسن توالد، يبقوا كده ثمان فرق. الثمان فرق هيلعبوا دور الثمانيه، بعد كده دور الاربعه، بعد كده دور النهائي، وبيشرف عليه رابطه المحترفين الامريكيه الام بي اي. هنفضل في نفس البطوله، فوز اول لريفرز هوبرز النيجيري في دوري ابطال افريقيا لكره السله. نادي ريفرز النيجيري حقق الفوز الاول ليه في بطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري كره السله، وتتلعب دلوقتي في رواندا زي ما قلت لحضراتكم. هوبرز فاز على جندار ميري من مدغشقر 80-69 في الجوله الاخيره برضو في المجموعه الاولى. الفريق النيجيري دلوقتي بقى عنده نقطتين بس، وهيستنى لنهايه الماتشات عشان يشوف طبعا ترتيب المجموعات الثانيه واذا كان هيقدر يتاهل ولا. زي ما قلت لحضراتكم هو مستني ياخد بطاقه التاهل كمركز ثالث، بس هياخدوا احسن اثنين توالد من الثلاث مجموعات، يعني في واحد هيطلع بره. البطوله بيشارك فيها 12 دوله 12 فريق زي ما قلت لحضراتكم، ومتقسمين ثلاث مجموعات، ودي النسخه الاولى اللي بيشرف عليها الام بي اي، ومش هتبقى الاخيره. طب دي فيها استفاده؟ اه طبعا فيها استفاده كبيره جدا، لان البطوله متابعه عالميا، وعايز اقول لكم ان في وكلاء لاعبين كتير جدا، وكلاء مدربين ايضا قاعدين بيتفرجوا على البطوله دي. وزي ما انتم شايفين الملعب والتجهيز عامل زي الام بي اي بالظبط، يعني انت لو شفت ماتشات الام بي اي اللي بتتلعب دلوقتي البلاي اوف هتشوف ان نفس الشكل بنفس الوجود حتى بنفس الاجراءات الاحترازيه بتطبقها امريكا عندها في الام بي اي بتطبقها في البطوله دي. هنروح طبعا لدوري كره السله الامريكي. نادي بورتلاند تريل بليزرز فاز على دنفر ناجتس بنتيجه 123-109 في اول ماتش من مرحله، طبعا انتوا عارفين مراحل الاقصائي البلاي اوف اللي قلت لحضراتكم عليها، ده اول جيم منه. طبعا ليلارد نجم الفريق حقق 34 نقطه وقاد فريقه للفوز. الماتش ده اتلعب امبارح، وبكده بورتلاند يحقق الفوز الاول في السلسله. طبعا بيلعبوا بيست اوف 7، يعني اللي يكسب اربع ماتشات بيتاهل. زي ما شفتوا حضراتكم في الام بي اي بدأ الجمهور يحضر، وفي اجراءات احترازيه بكرسي فاضي ما بين كل اثنين موجودين في الملعب، وطبعا لابسين الكمامات وكل شيء، وعاملين شاشات بره اللي ما يقدرش يخش. انا امبارح قعدت اتفرجت الحقيقه على ماتشين كانوا قويين جدا جدا جدا. طيب نطلع لفاصل علشان نستقبل نجومنا، طبعا نجوم فريق 2000 لكره اليد، هيكون معانا ياسر سيف كابتن الفريق، وهيكون معانا عمر بيبو، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما وعدناكم ابطال 2000 مواليد 2000 او الشباب لكره اليد معانا في الاستوديو. في البدايه برحب طبعا بياسر سيف كابتن الفريق واحد نجوم الفريق. اهلا بيك يا ياسر. اهلا بحضرتك، منور قناه النادي الاهلي. الحمد لله، والف مبروك على الانجاز الكبير. الله يبارك حضرتك، شكرا، ربنا يخليك. برحب طبعا بكابتن عمر بيبو احد لاعبي الفريق وايضا احد النجوم الصاعدين بقوه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك، منور قناه النادي الاهلي. منورك، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، احنا جهزنا تقرير كده عن الفرقه عشان تعرفوا اكتر حجم الانجاز اللي حصل السنه دي. نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم. نجح فريق شباب كرة اليد مواليد 2000 بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني صابر حسين في الهيمنة على بطولات الموسم المنقضي 2020-2021 بعد الفوز ببطولتي الدوري وكأس مصر. وقدم أبناء القلعة الحمراء أداء مميز خلال بطولة الدوري، واستطاعوا الوصول للأدوار النهائية والتي شهدت مشاركة سبورتينج والبنك الأهلي والزمالك، وأقيمت على مجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. بداية مشوار التتويج كانت أمام نادي سبورتينج والفوز بنتيجة 36-25، مرورا بالفوز على البنك الأهلي بنتيجة 28-21، ثم كان مسك الختام أمام الغريم التقليدي الزمالك والفوز بنتيجة 31-27. فيما حصد الفريق لقب كأس مصر بعد الفوز على سبورتينج في نصف النهائي بنتيجة 24-20، ثم نجح في الفوز باللقب الغالي على حساب نادي الشمس بنتيجة 30-29. ويعد هذا الفريق الذخيرة الحية والأساسية لفريق الرجال لتعويض غياب أي لاعب، حيث ضم طارق محروس المدير الفني للفريق الأول لرجال كرة اليد
العديد من عناصر فريق 2000 خلال الموسم، وظهروا بمستوى مميز جعل المتابعين للفريق ولقطاع كرة اليد بالنادي يؤكدون أنه بخير وسيقدم العديد من المواهب لكرة اليد المصرية خلال السنوات المقبلة. طبعا بالإضافة للتقرير اللي حضراتكم شفتوه، كباتن المنورين في الاستوديو دول أبطال عالم، خدوا طبعا بطولة العالم مع كابتن مجدي أبو المجد من سنتين، وزيد على كده كمان أن ياسر أخد ثالث عالم مع كابتن طارق محروس، يعني خد لقبين عالميين في فترة الناشئين، ودي حاجة كبيرة جدا. أنا بقوله ده صح ولا غلطان؟ لا مظبوط. طب قول لي يعني كلمني الأول عن البطولتين دول، يعني طبعا أنت بقى عندك الحس الدولي خلاص، وبقى عندك من الخبرات الدولية اللي تأهلك تلعب في الدوري الفريق الأول ومنتخب مصر، كلمني عن البطولتين دول. في البداية أحب أرحب بحضرتك. تاني حاجة، هما طبعا كانوا بطولتين صعبين. البطولة كنا مجهز لها قبلها بفترة كبيرة قوي مع كابتن طارق، الفترة دي كنت معاه الأول، فضلنا نجهز لها أكتر من سنة، من ساعة أفريقيا أصلا ما خدناها، وبعدها بفترة على طول ابتدينا نجهز لكأس العالم على طول. ساعتها كان في تركيز كبير إن احنا رايحين إن شاء الله ناخد ميدالية في كأس العالم، يعني كان الجهاز بيتكلم على طول إن احنا رايحين ميدالية، إنها فعلا نقدر على كده، احنا عندنا العناصر كلها كانت تقدر على كده، وفعلا كان الناس كلها رجاله وقد المسؤوليه. بس الحمد لله دخلنا وربنا كرمنا. مش كابتن طارق محروس في اوضه اللبس كمان قال لكم بعد افريقيا ان هدفي اخد ميداليه في بطوله العالم، صح؟ اه حصل بالظبط بعد بطوله افريقيا على طول ساعتها. فالحمد لله كان في تركيز والناس كلها كانت مأمنة ان احنا نقدر فعلا كده، واللعيبه كلها والجهاز الفني، وفعلا اشتغلنا على كده وقدرنا ناخد بطوله ميداليه في الشباب. بعد كده رحنا كاس عالم الناشئين، خلاص بقى عندها ثقة أكبر يعني بحكم البطولة اللي احنا لعبناها. برضو كانت الناس مأمنة بينا إن احنا نقدر نروح نعمل حاجة في كأس العالم بتاع الناشئين، بقى عندنا دفع أكبر إن الشباب خلاص حققوا مركز، فلازم احنا على الأقل برضو نحقق مركز أو نبقى أحسن كمان. فكان الكلام على طول كله من الجهاز ومن اللعيبة في الجزء ده، وفعلا رحنا وقدرنا إن احنا بدأنا بداية كويسة، كسبنا السويد، بعد كده حصل ماتش فرنسا ضرب شوية، بعد كده قدرنا نلم نفسنا تاني ونكسب بقيه الماتشات الحمد لله. انجاز كبير جدا، والحقيقه برضه اجي لك يعني عمر، انت شاركت في مع كابتن مجدي ابو المجد بس. وكانت بطوله غاليه بالنسبه لك، بطوله عالم يعني. كلمنا عن البطوله دي، لان الحقيقه ده بيبقى شرف كبير جدا تاخد ميداليه عالميه مع منتخب مصر. كانت بطوله يعني ضحينا كتير عشانها فعلا، من بدايه بطوله افريقيا احنا كنا بنتصور بالكاس بعد البطوله وكده، فكابتن مجدي قال لنا كلمه، راح قال لنا يعني ما تفرحوش قوي، انتوا خدتوش كاس عالم، افرحوا لما تاخدوا كاس عالم. فاحنا خدناه بهزار وبتاع في الاول، فبعد كده الشغل قبل كاس عالم اشتغلنا شهرين او ثلاثه، فتره كبيره جدا، وكان التارجت بالنسبه لنا ان احنا رايحين، هو قال لنا العبوا ان انتوا تاخدوا بطوله العالم فعلا، وفضلنا خدناها ستيب باي ستيب لحد ما فعلا حققنا الكلام ده، وكنا واثقين في نفسنا. عايز اقول لك ان هي يعني حاجه جميله جدا، انت بتكلمني يعني انت تبقى واخد يعني بطوله عالم وانت في السن الصغير ده، بتبقى حاجه جميله جدا. اكيد. واكيد هنتكلم يعني بعد 10 سنين هتقول البطوله دي كان خرجت نجوم كبير، فاكر كان معانا فلان وفلان وفلان، لما تبقوا انتوا بتمثلوا منتخب مصر، وبرده ان شاء الله تاخدوا بطوله عالم على ايديكم باذن الله المنتخب الكبير. طب خلينا نروح ل يعني السنه دي مع النادي الاهلي، كان عندكم ماتشات مهمه، ماتشات صعبه، بس عايز اقول انه كان كابتن طارق محروس بيستعين بيكم مع الفريق الاول، حصل السنه دي مش كده؟ حصل كابتن طارق كان يعني بيستعين بينا في فترات كبيره جدا، مشغل بالسيزون حتى في التمارين معاه، ان احنا الاحتكاك مع اللعيبه الكبيره اللي فوق، وان احنا يستفاد مننا باكبر نسبه، عشان كمان كان لو في موضوع الدوري القديم بالقائمه القديمه فكان هيبقى لنا مشاركه، غير كده ان احنا برضو شاركنا في الماتشات بتاعه الدوري السنه دي كان لينا ادوار فيها، فدي يعني حاجه خبره كبيره لينا كمان عشان السنين اللي جايه والسنه اللي جايه ان احنا خلاص. خلي بالك كابتن طارق محروس الاستراتيجيه بتاعته اللي هو جاي بيها انه يستعين باللاعبين الشباب. انتوا حاسين بده يعني هو دايما هو بيحب يصنع لعيبه، انت حاسين بده؟ طبعا يعني هو كابتن طارق بيحب ان هو يشتغل مع الشباب، عشان احنا بنطلع اللي عندنا يعني. صحيح. فلما بيلاقي حد كمان الناس شغاله كويسه الشباب وعندها، فهو بيشتغل معاهم وبيركز، فاحنا كمان الموضوع دفع علينا ان احنا خلاص سنه فيرست تيم، فكان كمان بالنسبه لنا سنه تركيز جدا. أكيد. في كل حاجه اكيد. طب قول لي انت في مين مركزك في الفريق الاول فوق؟ هو انا بلعب هاف باك، ففي كابتن اسلام حسن طبعا ونعمان واحمد، انت شكل حتى اسلام حسن شويه والله يعني الدقن والشكل يعني الملامح كده، لو انت ما قلتليش ممكن اقول انت ممكن تبقى اخوه، صح ولا لا؟ بتضحك مجهود صح؟ وان شاء الله تبقى زيه اكيد في اللعبه. اكيد. مين تاني؟ اسلام ومين؟ ونعمان واحمد راضي، وفي الباك ليفت
عبد الرحمن فيصل وجزيري. يعني انت خط خلفي وهاف كمان بتلعب؟ اه انا بلعب باك ليفت وهاف. انت طالع للمعمعة يا باشا. انت طالع للمعمعة يا باشا. بس انت قدها ان شاء الله. طب انت حاسس ان شاء الله يعني السنه دي هتبقى في القايمه وتخش مع الفريق ولا؟ يعني بنتمنى ان شاء الله. ان شاء الله احساس قريب ان شاء الله. طب قول لي برضو اجي لك. يعني ياسر اكيد نفس الكلام, انت استعان بيك كابتن طارق محروس اكيد في البطوله دي اكتر يعني او في الموسم اكتر من مره صح؟ مظبوط حصل. اه طلعت حتى في المباراه لما اتقال ان ماتش الزمالك هيتلعب بتاع السنه اللي فاتت بالقايمه الجديده, وكان يعني حاجه من ضرب الخيال بصراحه يعني. فطبعا بالقايمه القديمه طبعا معلش انا قصدي القايمه القديمه, كان الموسم الجديد بالقايمه القديمه. كنت قعدت فتره اسبوعين بتستعد. قعدنا فتره كبيره بنستعد ان احنا خلاص الدوري كان هيتلعب فتره بالقايمه القديمه. فعلا كان في كذا لعيب مننا حوالي 5-6 او حاجه بيتمرنوا مع فيرست تيم, وحتى كان على مدار الموسم كان بيبقى في لعيبه بتتمرن مع فيرست تيم يعني معظم الوقت, سواء ناس تطلع ناس تنزل كده يعني. وكان خاص ناس بتجهز على ان احنا رايحين نلعب بالقائمه القديمه يعني, كله كان مستعد. بس لحد ما حصل تغيير القرار في الدرجه الاولى طالع يمين. بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين, هنطلع الفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع نجوم فريق كره اليد, نجوم المستقبل لكره اليد بالنادي الاهلي, ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا ونقاشنا مع مستقبل كره اليد في النادي الاهلي. والحقيقه زي ما قلت لحضراتكم انه في 6 لاعبين على الاقل ينتظرهم مستقبل كبير, واكيد كابتن يعني طارق محروس هيستعين ويسجل مجموعه منهم في قائمه الفريق الاول. ياسر كنا بنتكلم قبل الفاصل, انت طالع على مين بقى؟ طالع على احمد عادل ومحمد جمال. ده انت برضو طالع على المعمعة. اه لعيبه كبيره طبعا. انتوا الاثنين طالعين على معانا. طيب قول لي ويعني يعني عايز اقول برضو ان انت برضو لما بتحتك مع حد اكبر منك تروح تلعب معاه تتمرن ماتشات اكيد ده بيبقى احسن. بس اول سنه ليك في الدرجه الاولى اهم سنه, خلي بالك. اه طبعا لو ابدا احاول اثبت نفسي بقى ويبقى ليا مكاني في الدرجه الاولى ان شاء الله. صحيح. طب قول لي يعني ما فيش حد منكم مثلا ضم المنتخب الكبير في اي معسكرايه مثلا؟ لا المنتخب الكبير الراجل الاسباني ما ضمش اي حد منكم؟ لا ما حصلش. طب يعني برضو ده غريب شويه يعني, متهيألي الواحد اكيد بيفكر انه يعمل جيل تاني ممكن كان يضم حتى لو مش هتكملوا في المنتخبات بس تاخدوا لكم جرعه تدريبيه معه. طب احنا في الدوري فزنا على الزمالك 31-27 تمام, فواضح ان هو يعني كان الفرق كبير. كلمني عن مباراتنا مع الزمالك. هو مباراة الزمالك بالنسبة لك كانت تحدي, ان ده ماتش فاينل اول حاجة, ماتش قدام زمالك طبعا ليه قيمة تانية خالص. فاحنا دخلنا الماتش ان احنا الماتش ده خلاص دي كانت اخر بطولة للجيل كمان, خلاص دي كانت اخر سنة للجيل خالص ودي كانت اخر بطولة للجيل اصلا. فكنا كلنا متكلمين مع بعض وكابتن صابر ان البطولة دي مهمة, سواء ان انت داخل تكسب الزمالك اخر ماتش ليك لازم تظهر مستوى كويس. اللعيبة كلها كان عندها تركيز والتزام بصراحة من اول البطولة من اول البطولات كده. طب يعني خلينا اكلمك يعني بصراحه, احنا احسن يعني احنا فارقين في المستوى الفني يعني؟ اي حد في الخبراء في الناس اللي بتتكلم في المدربين شايفين ان فرقتنا احسن؟ يعني النتيجه دي تعكس الحقيقه الواقع. الحقيقه. فدخلت المباراه بتركيز وبتاع, فزنا 31-27. دي كانت بطوله الدوري, بالتالي الدوري كان قبل الكاس. الدوري لا كان بعد الكاس. كان بعد الدوري كان اخر بطوله. دي عشان كده بتقول اخر بطوله. طيب وسير المباراه مش ازاي؟ سير المباراة بدأنا الماتش كان ماشي جون بجون في الأول, الزمالك يطلع 2 نتعادل لحد ما في آخر الشوط الأول بدأنا هنفرق قمنا فرقنا, خلصنا الشوط تقريبا 2 أو 3 لينا احنا. بس نزلنا الشوط الثاني ابتدينا نعلى حامل سكور وصلنا لـ4, فضل الماتش بقى ماشي 4-3-4-3 لحد ما خلص 4. أنتوا حميد جه لكم؟ حميد جه. حارس المرمى حميد جه طبعا, اللي احترف كان محترف ورجع السنة. كان محترف وهيرجع آخر بس ما لعبش معاكم السنة دي؟ لا لا السنة دي يعني أنتوا خدتوا البطولة ما لعبش؟ يعني أنتوا خدتوا البطولة من غير ما يلعب؟ كان معانا مروان وبعد كده جاله صليبي في نص الموسم ربنا يعوضهم ان شاء الله. ألف سلام. وبعد كده كان معانا مصطفى حميد 2003, كنا بنلعب بجوان 2002 بقى مصطفى حميد. طب ده هايل. طب كلمني بقى يعني عمر عن ماتش الشمس. ماتش الشمس كان النهائي وخسر فرق جول صح, فبالشكل العام كده الشمس افضل من الزمالك فنيا يعني, بيتهيألي ولا ده عشان ماتش كوس يعني ماتش كاس وماتش الزمالك يعني الشمس كسب الزمالك في السيمي فاينل. كسب الزمالك فرق 4 تقريبا حاجه زي كده, سكور عالي شويه. فاحنا هم كانوا داخلين عندهم حماس شويه ان هم كمان اخر سنه ليهم, كانوا زمان فرقه كويسه دلوقتي ان هم عايزين تحدي يرجعوا تاني وبتاع, واخر كانت اخر بطوله ليهم في الجيل عشان هم كمان ما صعدوش في الدوري. بس فهو الماتش كان ماشي في الاول يعني احنا ماشيين الماتش الاول ان احنا فرقنا بالسكور شويه, بعد كده حصل شويه اخطاء فالسكور بدا في الشوط الثاني ان هو ينزل شويه لحد ما ادركنا الموضوع شويه, ظبطنا الدفاع وكنا بناكد الكور في الهجوم. بس لحد ما هم جالهم اخر فاول ده
الكره اللي جت في العارضه فحظنا يعني الحمد لله. لا مش حظنا، مجهودنا وطبعا التوفيق بيروح لمن يستحق أكيد. واكيد نادي الشمس فريق محترم خلي بالك. صح. انا فاكر ان فريق الشمس ده راح منه اثنين لعيبه، في لعيب جه عندنا اللي هو فوكس سيف هاني وفي قداح اللي راح الزمالك. انا كده مظبوطه وهو ده اخر يعني اخر موسم ليهم. طب هو نادي الشمس يعني بيفكر يبيعهم، بيفكر يعمل حاجه، هل في لعيبه كويسه تانية منهم، هل هيطلعوا الفريق الاول عندهم؟ يعني الدنيا يعني مش عارفين ايش هم في لعيبه يعني كويسه، في لعيبه كويسه وكذا لعيب يعني كويس، هم شغالين اصلا صعدهم فيرست تيم عشان ما كانش عندهم لعيبه كتير قوي، هيبقوا نواه كويسه فوق، فهم اصلا يعني بيلعبوا فيرست تيم بقالهم سنتين تقريبا كمان يمكن ده السبب فهم عندهم احتكاك كتير بس بس احنا الحمد لله يعني كنا قد المسؤوليه. صحيح. طب قول لي اخبار الدراسه ايه؟ ما خلي بالك برضو بالدراسه دي العقبه اللي بتقابل اي لعيب بسنك. انت في كليه ايه ولا عامل ايه؟ انا اكاديميه بحريه بيزنس. طب كويس، يعني برضو في مذاكره وشغل جامد. بس طب ياسر انت في ايه؟ بيزنس اكاديميه بحريه برضو. انتوا الاثنين مع بعض؟ مع بعض. طب ده كويس قوي، ده انتوا ما شاء الله عاملين دروح مع بعض وتيجوا مع بعض، انتوا توتوا عشان نساعد شويه. طب عاملين ايه يعني الوضع؟ يعني هل مثلا بتقدر توفق، خاصه ان انتوا الثلاث سنين اللي فاتوا اتفرمتوا، يعني اتفرمتوا منتخبات ومعسكرات وفريق اول، فقاعدين توفقوا بين الدنيا يعني. يعني قادرين نوفق الدنيا شويه ساعات عشان طبعا اللعب احنا بنحبه اكتر اكيد. لا ودي فترتكم. فبيكون في اللي هو التركيز في اللعب اكتر. بس اللي هو بنلحق الدراسه في الاخر يعني. بنعرف نلم الدنيا نلم الدنيا بالظبط. فالحمد لله في بالانس في الموضوع شويه. طب انتوا اوف سيزون دلوقتي يا اسامه؟ احنا اوف سيزون دلوقتي. بتتمرنوا؟ هل بتعمل اعداد بدني؟ شغالين في الجيم ده. شغالين في الجيم. نعرف نعرف لعيب اليد ما ينفعش يوقف خالص، حتى الحديد بالذات لان العضله بتضعف في من اول الموسم من اول وجديد ما ينفعش. شغالين انتوا بس مع نفسكم لسه؟ مع نفسنا. لسه ما فيش الموسم ده شغلتنا. طب في اخبار الدرجه الاولى هتبتدي تمرين امتى ولا لسه؟ لا ما فيش اخبار. ما تقلقش. الموسم لسه بادئ ولسه اولمبياد وبتاع، في الدنيا مريحه خالص بالظبط، ما فيش حاجه في اوف سيزون بشكل كبير. طب قول لي، اكيد انت ليك طموحات، واحنا دايما يعني عايز اقول لك ان كان معايا طه من فتره وكان يعني بيقول لي انا يعني طموحاتي كذا وطموحاتي كذا، وربنا سبحانه وتعالى حقق له اللي هو كان عايزه. فاحنا بناخد زي ايه تسجيل كده او سكرين شوت. انت طموحاتك ايه؟ طموحاتي ان شاء الله الفتره الجايه اقدر اثبت نفسي في الفيرست تيم، يبقى لي مكاني، احجز مكاني، وبعدها ان شاء الله اقدر احجز مكاني برده في المنتخب بشكل اساسي، وبعدها ممكن ان شاء الله الاحتراف بقى ان شاء الله. تفكر في الاحتراف؟ ان شاء الله. طب وهو خليني اقول لك انه الموضوع ده محتاج تركيز ومحتاج تضحيات بشكل كبير، ومحتاج ان انت تخلص بس من جامعتك الاول. يعني تخلص من الجامعه، لان انت لو ما خلصتش الجامعه هتعطلك بشكل كبير جدا. طيب قول لي، لما خسرنا الدوري من الزمالك زعلت؟ لا اكيد اتضايقت. ساعتها اتضايقت اكيد. كان يوميها اصلا تاني يوم ماتش بقى لعبنا احنا الزمالك. طب وكان نفسك تكون في الملعب؟ اكيد بامانه كان نفسي اكون في الملعب يعني. كان نفسي يبقى ليا دور اللي هو احاول ممكن اقدر اعمل حاجه يعني. وانت نفس الكلام ولا ايه؟ اكيد يعني اي حاجه كنت اقدر مثلا اساعد بيها في الماتش، كان عشان فعلا يعني الفرقه السنه دي تعبت جدا وعملت مجهود مش طبيعي يعني. كابتن طارق والجهاز كله وكابتن ياسر رملي وكابتن محمود الخطيب كلهم واللعيبه بصراحه كانوا عاملين مجهود عالي جدا. النادي دعمتكم والنادي دعمكم كل شيء بالظبط، فكان المجهود عالي جدا بس هو يعني ما حصلش نصيب. طب وهو انتوا كنتوا في المعسكر مع بعض ساعه الماتش ولا؟ لا ساعتها كان في المعسكر، احنا كنا بنيجي على الماتش على طول. انت تقول لي تاني يوم لعبنا الزمالك كنت لا كان ساعتها ما عسكرناش يعني. ما عسكرتوش. واتفرجتوا على الماتش وبتاع. طب الكاس بقى اتفرجتوا عليه برضو؟ انا الكاس كنت انا ولاشين متصاعدين، كنا في المعسكر. في المعسكر. كنا في المعسكر في الرسيم مع كابتن طارق، بس الروح كان الروح في الفرقه البطوله ما فيش غيرها. طب كلمني بقى، طالما انت كنت في المعسكر ناخد بقى منه الكواليس. طيب يعني خليني برضو، الفرقه كانت طالعه من خساره الدوري، وخلينا نتكلم بالبلدي كده، احنا كنا احسن. انا بكلمك بامانه والله. صح. مش بقول كده عشان انا يعني اهلاوي او بحب النادي الاهلي. صح. لا، الفرقه فعلا في الماتش الاول كانت افضل وكانت تقدر تكسب وتخلص، لولا غلط خطا تحكيم على خطأين. صح. على احنا كمان في تقصير من حاجه، بس احنا كنا افضل طول المباراه. فحتى في المباراه الثانيه تحس ان يعني نادي الزمالك كان بيموت الجيم لانه مش قادر يجرينا في السرعه ولا في في الفتنس. بعد الخساره انتوا قعدتوا مع بعض وقلتوا ايه؟ يعني هما اللعيبه كنا قاعدين مع بعض كله اللي هو خلاص حاجه عدت مش هنفكر فيها. داخلين على بطوله ثانيه، ما ينفعش نطلع من السيزون بعد التعب اللي عملناه ده كله من اول يوم لاخر يوم. ما يروحش هدر. صح. يعني اللعيبه تعبت كتير وتضحيه كتير، فاللي هو كان لازم خلاص نطلع ببطوله. الدوري خسرناه الصفحه دي الصفحه واتقفلت ونصيب. احنا كنا احسن بس اللي حصل يعني.
كل حاجه مكتوبه، فالكاس كان خلاص يعني كله داخل، مفيش خساره فعلا. طب انت حضرت اجتماع كابتن محمود الخطيب معاك قبل الماتش؟ لا كنت ولا ما كنتش في الملعب؟ لا لا كنت لسه، كنت اللي هو بعد ماتش الدوري. لا بعد قبل ماتش الكاس، قبل ماتش الكاس تقريبا كابتن محمود الخطيب نزل وقعد مع اللعيبه، انا شفت صوره زي كده ولا كان قبل؟ دي الاجتماع ده كان بعد ماتش الدوري. كان بعد ماتش الدوري. بعد ماتش الدوري. لا ده ما كنتش موجود فيه. ما كنتش موجود. انت دخلت معسكر الكاس. انا دخلت معسكر الكاس عشان احنا كان عندنا الدوري بتاع عارفين كان في نفس الوقت، يعني احنا مثلا ماتش فلسطين خلص احنا كنا بنبدا الشوط الثاني في ثاني ماتش في الدوري بتاعنا. صحيح. وخليني برضو اعرف منك تفاصيل اكتر ازاي كابتن طارق يكلمك ولا اطلع، بس خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع مستقبل كره اليد في النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع مستقبل كره اليد في النادي الاهلي، فريق جيل 2000 اللي حصل على الدوري والكاس. وخلينا افكركم المدير الفني كابتن صابر حسين كان احد نجوم النادي الاهلي او الجيل الذهبي النادي الاهلي، هو المدير الفني لهذا الفريق، والحقيقه ربنا كرمه السنه دي او كرمه المجموعه كلها بطوله الدوري والكاس، وده كان انجاز كبير جدا، وده يطمنا على مستقبل كره اليد في الفتره القريبه. وفي 6-7 لعيبه مرشحين بقوه ان هم ينضموا للفريق الاول، لقائمه الفريق الاول. وطبعا يعني معانا ياسر سيف ومعانا ايضا عمر بيبو. ياسر اجيلك بنكمل حوارنا، تابعت اكيد ماتشات منتخب مصر اللي اتلعبت هنا في كاس العالم. اكيد تابعتها. طب يعني اكيد ليك ملاحظه، انت لعبت بطولتين عالم واكيد شايف واخدت فيهم ميداليات، كان ينقصنا ايه عشان نوصل لدور الثمانيه او دور الاربعه؟ بصراحه اللعيبه عملت كل اللي عليها، يعني انت بتلعب دنمارك بطل العالم، لعب معاهم اكسترا تايم في اكسترا تايم بعد كده بنالتيز، فاللعيبه عملت كل اللي عليها، يعني كان ممكن ربنا مش كاتبها لنا التوفيق. لكن وجهه نظري بالذات في ماتش الدنمارك اللعيبه ادت كل اللي عليها، كانت مويته نفسها بصراحه لحد اخر ثانيه، كانت غلطات صغيره بتحصل من هنا او من هنا هي بترجع الماتش، فكان ربنا بس مش كاتبها لنا مش اكتر. يعني انت شايف انه لا يعني ليس بالامكان احسن مما كان. بصراحه انت بتلعب بطل العالم يعني وعامل معاهم جيم للاخر، ما حدش كان متوقع اصلا ده يحصل، كل التوقعات يعني كان خلاص الماتش خلصان كده كده الدنمارك فرق سكور او حاجه، وده حصل عكس التوقعات كلها. يعني انت شايف ان هو، طب انت متوقع ممكن خاصه ان معانا الدنمارك برده وتقريبا السويد في نفس المجموعه هناك في الاولمبياد، ممكن يعني نعمل حاجه؟ اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد ميداليه على الاولمبيه ان شاء الله. طب اخد راي عمر، يعني انت اتفرجت على يعني على الكاس العالم اللي فات؟ يعني نفس كلام ياسر، انت شايف ان هو بالذات مباراه الدنمارك يعني احنا عملنا اللعيبه كانت مطلعه اقصى حاجه عندها، فاللي هو اللي حصل ده يعني حاجه بتاعت ربنا، يعني ما لناش نصيب ان احنا بالظبط. هم عملوا ماتش تاريخي الناس كلها كلمت عنه، كان الانجاز هيكمل ان احنا نوصل دور الثمانيه ولا الاربعه نفس الكلام. طب خليني اسالك برضو عن الاولمبياد اللي جايه، انا يمكن انت برضو خبره كبيره في بطولات العالم كناشئين، وهي بتفرقش كتير خلي بالك، هي نفس السيستم ونفس النظام. يعني انا دايما بحب اقع في مجموعه قويه. صح، ايوه انت تقع في مجموعه قويه خدت فيها مركز اول مركز ثاني في المجموعه، هتسهلك طريقك الناحيه الثانيه. بالظبط. فيعني احنا ده اللي حصل معانا في كاس العالم، احنا كان معانا فرنسا سويد مجر، كان مجموعه قويه جدا، فكان احسن لنا ان احنا نطلع اول مجموعه عشان ما نقابلهمش في الادوار التمهيديه. لا وكمان سهل لنا طريقنا في دور ال 16 وال 8، فعلا ده اللي حصل، لعبنا سلوفينيا في ايسلندا، فكان فتح لكم السكه. المنتخبين ما كانوش قويين جدا بعد كده، كان سيمي فاينال البرتغال بصراحه كان منتخب، والبرتغال معانا في الاولمبياد. يعني هم البرتغال عامل منتخبات قويه جدا، مش غريبه دي، هم تقريبا. طب جيلكو كان في البرتغال صح؟ ما جيلكو كان في يعني البدايه بدات من هنا زي ما انا بقول، والشباب كان في البرتغال اخد رابع برضه، يعني في الناشئين والشباب خدوا مراكز. هم ظهروا مره واحده شباب وناشئين خدوا مراكز، يعني 98 خدوا رابع واحنا عندنا خدوا رابع برضه، بس عندهم يعني هي ظهرت طفره عندهم مره واحده، اهتموا بلان دول وعندهم لعيبه بصراحه لعيبه امكانياتها عاليه. خلي بالك الجوري السعودي هم جيران اسبانيا، يمكن ايه الجوري السعودي خدت اثنين مدربين على اثنين ثلاثه فنيين صح، طوروا لهم اللعبه. بس الغريبه يعني برضو خلي بالك ما ده يقلقك اكتر على المنتخب، يعني هو دلوقتي السويد والدنمارك والبرتغال، لازم تكسب اثنين من دول. هي انت لازم تكسب يعني الفكره، المنتخب برضه بتعرف يتطور برضه، انت المنتخب مش عارف مكانه او حاجه يعني. ما هو انا زمايلي في الاعداد بيقولوا لي على الاقل واحد بس، هو برضه حتى لو كسبت ماتش هاخد ثالث برضه، سكتي صعبه هي ثاني تبقى يعني اول يا ثاني. المجموعه الثانيه برضه قويه جدا. ما هو اربعه هيتاهلوا تمام، بس الرابع يروح مقابل الاول. شكرا.
طب لو ثالث هتقابل برضو تاني. انما لما تاخد تاني هتقابل ثالث. الدنيا هاديه شويه يعني. اول تاني شكتك بتبقى اريح شويه. طبعا صعب ناخد اول، بس هو انا شايف ان هو لازم البرتغال نكسب لازم. ايوه صح. في الاولمبياد سهل الدنيا شويه اه يعني، وبالتالي دي مش صعبه. انتوا قابلتوهم وكسبتوهم يعني كسبتوا اكيد، واكيد دول هم الاجيال اللي طلعت. صح. فالبرتغال ممكن نكسب، وممكن الاقي السويد الدنمارك يعني، لازم واحد من دول نكسبه في المجموعه. دي حقيقة. ماتش السويد ده ماتش السويد قريب، ماتش السويد في مصر كان قريب جدا، بعد كده حصل اخطاء في الاخر تقريبا، مش عارف ايه اللي حصل. يعني السويد خسرنا جون في يعني في الاخر كده برضه. صح. يعني جون كده يعني زي ما بيقولوا يعني لا نستحقه، وكان اي نعم التعادل ما كانش يفرق معانا، والتاني مارك تعادلنا باتنين اكسترا تايم ورحنا ضربات جزاء. يعني قصدي اقول لك انه الدنيا قريبه، الدنيا قريبه. صح. طب يعني شايف يعني دلوقتي المعسكر منتخب يعني برضو انتوا قاعدين في المجال وشايفين وبتاع، شايفين ان في لعيبه تستحق تكون مع المنتخب؟ انتوا من وجهه نظركم كده، هل شايف ان في لعيبه ادت اداء كويس يعني ممكن يتبص عليها؟ شايفين ان في لعيبه انتوا حاسين ان لها مستقبل؟ في لعيبه يعني الاجيال طالعه، جيلنا وجيل ال 98 اللي هو خلاص في فعلا ناس متاخده منه. الجيلين دول طالعين بقوه يعني بقوة. كمان عشان عندهم خبرات المنتخب ان هم واخدين كاس عالم ومشاركات وافريقيا، فالموضوع ده خلي اللعيبه طالعه، اللعيبه عايزه، واللعيبه كمان خدت حاجات حققت حاجات في اجيالها، بقى عندها كسرت حته الايه اللي هي مش عارف الفرقه او الاسم، كسر الحته بتاعت اوروبا ان انت في لا هم امكانياتهم احسن الكلام ده. لا ما فيش يعني، اثبتنا العكس خالص. فالحته دي مكسوره عند الاجيال طالعه كلها. نفسك تكسر، نفسك تكسروا الموضوع ده في الفريق الاول يعني؟ نفسك برضو اللي انتوا خدتوه اكتسبتوه من خبرات مع الناشئين والشباب تعملوه في المنتخب الكبير ان شاء الله بعد سنتين؟ طبعا بتمنى يعني ان يبقى ليا دور في حاجه زي دي، هتبقى انجاز كبير لمصر يعني ولينا كاشخاص يعني. واظن مش صعب يعني، مع طالما الناس شغاله صح في الطريق الصح بالادوات الصح، يبقى الموضوع المفروض يمشي في الطريق الصح والدنيا تبقى كويسه يعني. بس انا عايزكم تسخنوا كويس، مش دلوقتي يعني احنا قاعدين. سخنوا ليه؟ لان اللي اعرفه والتقارير اللي جايه لنا او المعلومات اللي جايه لنا من الاتحاد انه البطوله دي بعد الاولمبياد هيتم طبعا توجيه الشكر لمجموعه كبيره جدا من اللاعبين الكبار، وده طبعا سنه الحياه. أيوة. فهيبقى الموضوع عليكم ان شاء الله كويس، ستريتشات بقى وتمرين وكده. طب خلينا اتكلم برضو عن الاحتراف. ايه ابرز التجارب الاحترافيه اللي انتوا شفتوها من لعيبه كره اليد اللي نجحوا بره؟ يعني طبعا اسمع يحيى خالد مكسر الدنيا بصراحه. مين كان يعني زي يحيى خالد عمل كده؟ وشايفين امتى الوقت المناسب اطلع احترف؟ الوقت المناسب اللي هو يعني انا ولا كبير ولا صغير، بس اكون مثلا في مصر عملت اسم، عملت اسم في مصر. بس يحيى ما لحقش يعمل اسم. بس هو يحيى اتشاف من كان مدرب المنتخب. أيوة. شاف المنتخب، هو شافه لما راح مسك فيسبريم، فهو كان عايز هناك، وكمان الفرقه تقريبا هناك كان بيحصل فيها تجديد فطلبوه وهو صغير. فهي سبحان الله جات له كده، وكمان اتطور معاهم جدا. فدلوقتي هو ما شاء الله بصراحه يعني ده احسن تجربه احتراف احنا. طب وسند، انا اسمع سند برضه. سند طبعا تجربه كويسه جدا، واخد احسن وينج تقريبا، واخد احسن وينج وبياخد الهداف على فترات، وعلى طول بيبقى في الماتشات، في الماتشات يعني بيبقى توب سكور او حاجه. بس سند لعب هنا الاول. يعني سند اتشاف هنا في الدوري هنا الاول. ايوه صح. يعني ما طلعش من المنتخب. طيب احنا بس عايزين يعني نروح لموضوع تاني، اخدكم الموضوع تاني كده. فريق كره القدم، فريق كره القدم طبعا انتوا عارفين انه خلص مباراه جوهانسبرج امبارح، جاي بطياره خاصه من جوهانسبرج، هيجي بطياره خاصه لهنا لترانزيت في اسوان عشان الطياره تاخد طبعا تتزود بالوقود وتطلع على الدوحه مباشره. طبعا دي كانت لقطات مسجله من على الطياره وهم طالعين من جوهانسبرج. خليني اقول لحضراتكم كمان انه الفريق كان ممكن يريح، كان ممكن يريح ليوم وده طبيعي او يومين، لسه بدري ماتش الجمعه الجايه، ولكن الفريق فضل والجهاز الفني والنادي فضل ان اللعيبه تروح الدوحه مباشره عشان يستعدوا كويس، وعشان كمان يدوا للمباراه حقها، وكمان عشان الاجراءات الاحترازيه اللي في الدوحه عاملاها. فكان لازم يكون معانا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من اسوان. اهلا بيك يا كريم. اهلا بيك يا كابتن هيفا، طبعا كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. كريم طمنا عن البعثه، السفريه كانت عامله ازاي؟ الترانزيت، الاخبار، هتتحركوا امتى على الدوحه؟ الحقيقه طبعا يعني نقدر نقول بعد التاهل لفريق النادي الاهلي والمباراه الاخيره امام صن داونز، يمكن قرار الرائع والجمال جدا هو وجود طائره خاصه مباشره طبعا اليوم الثالث، توجهنا 12 او 12 ونص صباحا الى اسوان، 7 ساعات و50 دقيقه وصلنا الى اسوان. لكن انت عارف طبعا كابتن هيثم بيتم تزويد الطائره بالوقود وعامل سيرفيس طبعا اوقات كبيره الطائره على حاجه تتوجه في خلال 10 دقائق بكثير قوي. كابتن هيثم نتوجه الى الدوحه في رحله تستغرق 3 ساعات
او ثلاث ساعات واقل، وبدوافع جديده بقى وبرغبه جديده وتحدي جديد لفريق النادي الاهلي ومباراه السوبر الافريقي، بطوله غايبه اكيد عن فريق النادي الاهلي وعن دولاب بطولات النادي الاهلي. لكن على الاداء اللي بتشوفه مع الجديه الكبيره ومع مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب المتواجد في كل خطوه مع فريق النادي الاهلي حافز ودعم كبير جدا، فيا رب ان شاء الله باذن الله يفضل الدعم ده متواجد ويستطيع النادي الاهلي ان يحرز اللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي الاهلي. الرحله اكيد شاقه، لكن بنأكد كل مره ان وجود طاهر حسن ده كان امر مهم جدا ساعد فريق النادي الاهلي بشكل كبير، فان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. اقدر اقول لك دلوقتي احنا خلاص بنتحرك يعني نخش على الرنوي دلوقتي يا كابتن هيثم، فدعواتك بقى دعوات كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نعود من قطر بالسوبر الافريقي ليدخل دولاب بطولات النادي الاهلي ان شاء الله كريم يعني، ونتمنى لكم كل التوفيق. بس بسرعه كده قبل يعني ما تتحركوا طمني عن الاصابات، الفرقه كامله، الدنيا ماشيه ازاي عشان نطمن على الفريق اكتر يا كريم؟ والله يا كابتن هيثم انا اقدر اقول لك الحمد لله الكل جاهز بالنسبه للاعيبه للنادي الاهلي، يعني الحمد لله الفتره اللي فاتت كان عدد كبير من الايام في جنوب افريقيا بتاع سامي الظاهر بشكل طيب جدا، حمدي فتحي الحمد لله طمنا عليه بشكل كبير، علي معلول كمان اللي خلاص انتخب جرعات تدريبيه ليه الكره تدريجيا بيخش بشكل جيد، يعني مع مرور الايام بقى ان شاء الله كابتن هيثم ممكن تشوف علي معلول بشكل كبير في التشكيل الاساسي وعلى دكه البدلاء، قيمه كبيره جدا على لعيبه النادي الاهلي. اكرم توفيق قفش كل اللعيبه الحمد لله ما فيش اي لاعب بيشكي من اصابات، ده امر كان مهم جدا في مباراه السوبر، لكن انت عارف مباراه صن داونز ليها حسابات خاصه مع المدير الفني بيتسو موسيماني اللي ادار المباراه فنيا بكل جديه، لكن مباراه السوبر الافريقي ان شاء الله ممكن نشوف عدد من العناصر اللي غابت عن النادي الاهلي خلال الايام الماضيه على راسهم علي معلول وحمدي فتحي، لكن الاهلي بمرحله ده شعار المرحله وشعار كل لعيبه النادي الاهلي. طب بدر بنون اخباره ايه؟ طمني عليه بصفه خاصه. يعني مفيش حاجة يعني مفيش حد من اللعيبة بيشتكي بأي حاجة، ده بدر ربيعة ياسر أيمن كله مفيش حاجة، يمكن هو كان ضغط كبير للماتش وكان فيه التحامات يعني شفنا اشتراكات كبيرة، لكن مفيش إصابات نقدر نقول هي إصابات قوية تعطل النادي الأهلي أو تأثر على خط الدفاع في النادي الأهلي. تمام. طيب كريم يعني بسرعة كده برضو عايز أعرف يعني في الدوحة هل في برنامج توزع اللاعبين؟ هل اتقال لهم البرنامج حتى يوم المباراة ولا ده يعني هيتم تسليمه للبعثة فور وصولها؟ لا بالتاكيد يا كابتن هيثم طبعا يعني ممكن طور وصلنا مباشره ان شاء الله باذن الله يتم اكيد دعوه الجلسه مع الجهاز الفني كابتن سيد عبد الشكور كابتن محمود الخطيب طبعا كالعاده يتم طبعا وضع البرنامج الخاص بتدريب الملاعب كل الامور دي، لكن هي امور معتاده على فريق النادي الاهلي يعني وجبات الافطار والغداء والامور دي خاصه ومعتاده علينا، لكن هي ملعب المباراه وتحركنا والامور الخاصه مع الاستفاره دي اللي هننتظرها ان شاء الله بعد وصولنا من خلال ثلاث ساعات من لحظه اللي انا بكلمك فيها يا كابتن هيثم ان شاء الله باذن الله تصل بقى النادي الاهلي بالسلامه ثم يتم وضع البرنامج الخاص حتى موعد يوم المباراه بمشيئه الله. طيب يعني كريم برضو قول لي يعني برضو يعني هل حصل اجتماع بعد الماتش ولا كان يعني كل واحد في غرفته وبعد كده توجهوا للمباراه؟ يعني هل كابتن يعني بيتسو موسيماني اتكلم مع الفرقه عن حاجه فنيه ولا ما حاولش ده وساب اللعيبه تفك خالص عشان لما يروح الدوحه؟ يعني نقدر نقول هي كانت لحظات بسيطه ودقائق بسيطه للفرحه كالعاده طبعا يا كابتن هيثم، انت عارف يمكن النادي الاهلي وقدر وتدخل المباراه وتدخل البطوله وتطلع تغلق الصفحه تماما بكل ما فيها بحلوها ومرها، يمكن بيتسو موسيماني ادى وقت بسيط جدا لعيبه النادي الاهلي فرحه مع الغداء مع طبعا بعض طبعا الجاليه المصريه اللي كانت متواجده هناك، طبعا كان في تورته وكان في اهتمام كبير جدا من زوجه موسيماني لكل اللاعبين، لكن مباشره خلاص عقب دخول اللاعبين الى غرف حلب الملابس انتهت الفرحه وانتهت الدوافع وتجددت الدوافع بقى بشكل كبير لمباراه السوبر الافريقي، ما كانش في اجتماع نقدر نقول اجتماع كبير على ان كان في كلمات مهمه جدا ان لابد ان احنا يكون في تركيز المرحله اللي جايه، لابد يكون في تركيز في مباراه السوبر بطوله مهمه وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يحققها دي. زميلنا العزيز كريم احمد من مطار اسوان بشكرك شكرا جزيلا، يمكن جاوبتنا على بعض التسويات المهمه وطمنتنا على الفرقه بشكل عام، وخلينا اقول لكم كمان انه مدير طبعا مطار اسوان اللواء طيار باسم بيومي انتهز فرصة وجود الطائرة الخاصة بأرض المطار في أسوان وجاب تورته وطلع طبعا احتفل مع اللاعبين الحقيقة بتأهلهم أو يعني وصول دور قبل النهائي بطولة أفريقيا لملاقات الترجي، وزي ما بقول لكم دايما النادي الأهلي مصدر السعادة للكثير من الكثير من الشعب المصري، وكانت لحظة حلوة وقطع التورته مع حتى مع كابتن محمود الخطيب واللاعبين، فده طبعا بنشكر طبعا اللواء طيار باسم بيومة على اللفتة الجميلة، وقد إيه ده بيدي اللعيبة إحساس بالفخر إن البلد كلها حاسه طبعا بالناس كلها حاسه بالانجاز اللي عمله. خلينا نشوف الفيديو ده او التقرير ده اللي عملناه مع الطياره وارجع لحضراتكم تاني. انا طبعا جاي بالنيابه عن الادوار المتقدمه والفريق الجامد اللي كنا بنلعبه ده بيفرح كل مصري بصرف النظر عن انتمائه،
بصرف النظر عن ان هو بيشجع كوره ولا لا، لان دي بطوله قاريه ومتابعه على مستوى الثلاث قارات يعني. فمعنى ان احنا اسمنا يتردد فده فخر لكل مصري. طبعا الوصول للقمه سهل، الحفاظ عليها اصعب اكيد. وادعوهم بقى اللي جاي عشان ان شاء الله بنتمنى ليكم التوفيق والفرحه الكبيره بقى للشعب المصري الاكبر ان احنا يعني مستر بيسميه حاجه بنقول لكم فيها الف مبروك وبالتوفيق اللي جاي. شكرا يا فندم، شكرا ربنا يكرمك. اكيد اللحظات دي بتبقى جميله عند اللاعبين وما بتتنساش ابدا، يعني لما تحس قد ايه الناس فرحانه بانجازك وحتى الكلمه يعني اللي القاها طبعا اللواء طيار باسم بيومي ليه اللاعبين انه قال الوصول القمه سهل ولكن الحفاظ عليها صعب، تحس كده ان يعني الاهلاويه كلهم بيتكلموا لغه واحده. وطبعا الاجهاد باينه عن على الفرقه طبعا، اكيد سفريه مرهقه ولكن ده قدر نادي الاهلي من بطوله لبطوله. يا رب يا رب ان شاء الله يوم الجمعه القادم نرجع بكاس البطوله، بطوله السوبر الافريقي بعد غياب 7 سنوات. واحنا كلنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين ومجلس اداره بالكامل، كل شيء احنا ثقه فيه ان احنا ان شاء الله نفرح ببطوله جديده يوم الجمعه القادم. يعني اجي لضيوفي في الاستوديو، يمكن يعني اكيد اللقطات دي بتفتح نفسك. اكيد طبعا، يعني فريق كره على طول بيبقى دافع لينا برضو ان هو على طول رايد في افريقيا واخد الرياده، فدي حاجه برضو بتبقى دافع لينا يعني اكيد. ده مش افريقيا بس، ده العالم. لا كله يعني. تفتكروا هناخد العشرة السنه دي ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. تتوقع كده؟ ان شاء الله ربنا. عمر ايه؟ ان شاء الله. انت برضو عندك احساس كده، خلي بالك انت راجل عالمي دلوقتي انت والكابتن ياسر واخدين بطولات، فان شاء الله يعني نفرح بالعشرة السنه دي. يا رب ان شاء الله. طب نتمنى. ونهضه بركان. لا لا ان شاء الله نكسب باذن الله. ان شاء الله. وخلي بالك برضو زي ما انت شايف اللعيبه برضو نفس الحال معاكم، هو مع لعيبه الكوره من بلد لبلد وسفر لسفر. يعني يا بترفع اسم النادي الاهلي فوق يا بترفع اسم منتخب مصر، يعني ده قدر النادي الاهلي يعني. اكيد طبعا. وخليني اقول لكم برضو انه اكيد في لعيبه يعني في الفريق بتبقى يعني انت بتبقى بتحب تتفرج عليها، مين فريق كوره بتحب تتفرج عليها؟ كان زمان طبعا، زمان ابو تريكه، الجيل ده ابو تريكه. طب دلوقتي؟ دلوقتي في لعبه كتير برضو قفشه بصراحه. قفشه لا مش عشان هو بيلعب هافت، انت بتلعب هافت ولا لا؟ لا لا بصراحه لعيب ممتع، لعيب بتحب تتفرج عليه. مجتهد جدا بصراحه، لعيب مجتهد جدا ويعني من يعتبر احرف لعيب في مصر الفتره دي. بيشتغل على نفسه وما بيتكلمش صح، هو عنده الملعب وبس. طب انت ياسر مين بتحب تتفرج على فريق الكوره؟ في ديانج، في افشه طبعا اكيد. انت طبعا رايح ناحيه الدفاع. كل واحد بص بقى الشناوي. بس خلي بالك كره اليد فيها كتير من كره القدم. الاثنين فيهم كتير في حاجات. طب مين تاني غير ديانج؟ في افشه والشناوي وايمن اشرف برضه. ايمن اشرف. طب ايه اللي بيعجبك؟ اصل خلي بالك انا ايه المشترك بين الثلاثه دول؟ القتال في الملعب والروح. ان هم عندهم روح قياديه كده، دي حاجه كويسه. بس على فكره من اختياراتك عرفت شخصيتك. ومن اختياراتك عرفت شخصيتك على فكره والله. يعني 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 يمكن حاجه كومن، انت بتحب الفنان اللعيب اللي بيغذي فرقته بالباصات واللعيب، انت الروح القتاليه الدفاع، يعني اكيد حاجات يعني مشتركه. اكيد طبعا. طيب بيبو، انت اسمك عمر بيبو، جه منين اسم بيبو ده؟ هو انا زمان كنت ببدا ان انا بلعب كوره اصلا. فكنت بلعب كوره في اكاديميه كابتن محمود الخطيب، فرحت نادي المقاولين صدفه كده، بنقدم لاختي لعبه ثانيه، ففي كابتن اسمه عمرو رجب، فشافني قال لي تعالى جرب. فانا بلعب كوره، قال لي لا تعالى جرب. فرحت جربت، فكنت مع كابتن اسلام هندي، وبصراحه اللي خلاني اول واحد ابدا اللعبه، فكنت بروح بالتيشيرت مكتوب عليه بيبو تن، فهو ما كانش لسه يعرف اسمي، فقال لي بيبو، فكله بقى نادي بيبو. اسم بقى فضل مكمل، يعني في ناس اصلا ممكن ما تعرفش عمر دي. انا عايز اقول لك انت محظوظ ان انت اسمك اقترن طبعا بالاسطوره الكبيره كابتن محمود الخطيب. يعني خلي بالك دي معلومه حلوه جدا. انه كان بيلعب كوره وان هو كان في اكاديميه كابتن محمود الخطيب كابتن بيبو، فطبعا ده يعني فتح لك على فكره يعني كاسم. وخلي بالك الناس لما تكبر ان شاء الله في درجه اولى وتثبت هتلاقي الناس برضه فاكره الاسم. اكيد ان شاء الله. بيبو بشكرك، نورتيني وشرفتيني الحقيقه، حاجه تفرح. انتوا ما شاء الله ربنا يخليكم، احنا اتشرفنا بحضرتك والقعده الجميله دي بصراحه. ان شاء الله يعني نسمع عنكم كل خير وتشرفونا في القادم باذن الله. يا رب. ياسر نورتيني وشرفتني. نور حضرتك. وبشكرك على الوقت الجميل. انا بشكر حضرتك على اللقاء الجميل ده، ان شاء الله يتكرر تاني. أعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع مستقبل كرة اليد في النادي الأهلي. انتظرونا من جديد مع الأبطال. بشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء آخر مع الأبطال.